رقم واحد السعودية، رقم اثنين الكويت. أكثر دولتين أو أكثر شعبين يموتون على تركيا، ليش ما أدري؟ أنتوا تحبون المهانة يعني؟ شعب ما يبيكم، شعب ما يحبكم، شعب ما يحترمكم، ما يقدركم. فاليوم لما تضربون السياح عندهم صدقني وثق تماما قسما بالله راح يطلع رئيسهم قصبا عليه، ما هو بطيبه، قدم اعتذار لكم. انا عن نفسي سي في يكون عليه من ولد لليوم ما عمري طب تركيا قسما بالله العظيم. روح اذربيجان، ادري شعبهم ما يحبك، انا راح شعب يتحرش فيني ليش؟ انا رايح بستانس اغث نفسي ليش؟ ما عندي عقل صاحي. الكويتيين والسعودي وش طايرين، ما في ديره غير هناك، هل هي ارخص؟ هم غاليه، رخيصه يعني؟ شنو الامتيازات اللي عندها تقدم لك تركيا؟ طبيعه جبال، مش نروح اذربيجان يا اخي موجوده، روح جورجيا، روح البوسنه، صدقني وانا على يقين والله الديره من اقصاها من شمالها لجنوبها لو تنفشهم كلهم نفس كذي ما يطلع لك فيها تركي شري. وان واحد نطلع الحين قال لعبد الله لا عيب عليكم اشرت كل هالكلام ومش عارف ايش وصابعك مسو، وانا اقول لك يبا حتى لو اصابعي مسو هذه الديره لو تطلع منها واحد شريف صدقني معاك انت يا الخليجي تحديدا او العربي راح يقلب ويستنقل ويصير اوسخ منها ما في. معاك انت ليش تدعمون سياحتهم انتم؟ ليش تروحون لهم؟ اقعد ببيتك، ما له داعي ان انا اروح له، روح اي ديره ثانيه. تعالي نطلق واحد الحين يقول لك لا والله تعال شوف مش زينهم عندنا في الديره، وين زين عندنا بالكويت؟ اللي موجودين عندنا بالكويت محترمين نفسهم قصبا عليهم لان احنا زينين وياهم، احنا محترمين، احنا نقدم لهم، احنا منين الضيف ونحط على راسنا، هم ما يحطوكم على راسهم، هم يدوسون ويهينونكم ويمسخرونكم هم تروحوا له، استحوا على وجهكم، ما بزعل احد، لان انا عندي اتراك اعرف في معرفه بيني وبين كم شخص يعني اعرفه في الكويت وبرا الكويت، ديرته يعني في تواصل عندي عن طريق الانستغرام ولا ما له داعي الاوفر اللي قام يصير، خلاص حطوا حد حق الموضوع، لا تروحون برا تروحون تركيا، ليش نطلع هنا نتكلم ونزعل اللي نعرفهم الزينين، خلاص ما له داعي، ما احنا قلنا زينين لانهم عندنا، هناك مو زينين، واضح السالفه، ديرتهم، لا تروح لهم يا اخي، تقعد بمطعم فاتورتك 100 دينار سوالك 400، ما تدفع غصب عليك، دش محل ما شريت منه ملابس تهاوش طقك قالك لا تشتري ملابس قاصو، ركبت تاكسي قلت له ودي مشوار مني قالك مليون، ليش؟ يبي يقثك باي طريقه، يبي يتاكد انك انت عربي، يبي عنده ثار قديم، يبي ياخذ وخر عنه، تخرب نفسك تسوي نفسك فيلسوف، تروح تبي تشتري لك عقار هناك تلقى واحد تركي بعد شهر موجود ساكن فيه، تكلمه تهاوش وياه، ولا عمي هذه شقتي يقول لا مو شقتك، تروح المحكمه يكفون ضدك، طبعا هذا رساله حق كل الخليجيين والعرب انا قاعد اتكلم، انا حددت الكويت والسعوديه ولكن هم النسبه الاكبر اللي قاعد يروحون، ولكن هذا رساله حق كل العرب قاطعوا علاقتكم معاهم نهائيا وبطلوا السفر هناك، واذا عندكم عقارات بيعوهم، عندكم اي شيء بيعوه حتى البرص اطراب، ضربوا سياحتهم نهائيا تنضرب، تحياتي.